أدعو العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قم بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي نائبا عن فضيلة القارئ العلم الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي حتى يصل إلينا. أشكر فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد القادر محمد سلامة قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. الآن يرتقي منصة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء عليك الحمد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم
إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وسام كده اول الشغل يا ابن الراجل كل يومين الساعه صحيين كده الله يرحمني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء تعدلوا فواحدة
ايوه يا حاج فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء الله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يا عم. الله أكبر وارزقوهم فيها اكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا انا قلت له طالما النساء الدنيا هتضر بس مش مهندس بس فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها
فصل يا مولانا فصل. صدق الله العظيم. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا عليك يا بشير محمد. كل الحضره دي اصلحها تاني. منور يا مولانا. اصلحها تاني هي الله يخليك. يا بشير محمد يا طاووس. زي ما هي. ايوه يا مولانا. حبيبي الله يخليك. وإذا قبر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولوا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلهن ثلثا ما ترك
وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله سعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة. في وعلم دولة التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد علي الطاروطي تقديما لواجب العزاء لآل غانم الكرام جميعا آل سويت أبناء راحلنا الكريم أستاذ محمد أستاذ عبد الله أستاذ عبد الحليم أستاذ سلامة فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم أبو حليفي وأبناء العمومة جميعا. أقدم أيضا واجب العزاء نيابة عن فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي وعن بيتهم جميعا بيت القرآن. أشكر إليه واجبه وأدبه وأخلاقه. شكرا للسادة القراء الحضور جميعا. شكرا إلى كل من وفد إلى هذا المقام القرآني الكبير. الوالد الكريم والداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ وحيد سليمان. شكرا أيضا فضيلة القارئ العالم الشيخ علي محمد سلامة قارئ مصر والعالم الإسلامي. أشكر أيضا إلى السادة الأعلام أصحاب مخازن الفراشة والكنارة الكبرى بجمهورية مصر العربية وكل السادة الضيوف الأكرمين الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.